بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيسر إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف أن تستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس التاسع من شهر شعبان لعام 1428، عالم من علماء الأمة، وهو والدنا سماحة الشيخ الفاضل الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ليتحفنا بنصائحه وتوجيهاته. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من نصرة التوحيد والسنة. والآن نستمع وإياكم لنصائحه وتوجيهاته، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح. فنبينا صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين جاءوا بهذين الأمرين، بالعلم النافع، بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، وبالعمل الصالح الموافق للعلم النافع المتمشي عليه. فلا يقبل عمل بدون علم، ولا ينفع علم بدون عمل، بل لا بد من الأمرين. وقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الناس جميعا، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وكان الناس قبل بعثته في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، قد اندرست آثار الرسالات السابقة، لأن آخر الأنبياء السابقين هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة وتزيد، تسمى بالفترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. كان الناس ضائعين تائهين، العرب والعجم وأهل الكتاب والأميون كلهم في جهالة وجاهلية، وكانوا من جميع النواحي ضائعين تائهين، لا من ناحية العقيدة ولا من ناحية العبادة ولا من ناحية المعاملات والمكاسب ولا من ناحية الأخلاق والسلوك، وكانوا ليس لهم قيادة
بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها، وكانوا متناحرين بينهم غارات وثارات ونهب وسلب وخوف شديد. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وصبر، ما مضت سنوات إلا وقد التأم شمل الأمة المحمدية على الحق، وخرجوا من جاهليتهم إلى نور العلم ونور الهدى، وصاروا أمة عظيمة مهابة ببركة دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتحولت الأمة الإسلامية بعربها وعجمها وجنها وإنسها من أمة جاهلية إلى أمة العلم والنور والهداية والمحبة فيما بينهم، حتى كانوا كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبعد أن كانوا مستضعفين في الأرض كانوا هم الأقوياء وهم السادة والقادة على العالم، وهذا كله ثمرة لاستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما عاد المسلمون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى علمائهم واسترشدوا بعلمهم وإرشاداتهم عادت لهم العزة والكرامة، وكلما تفرقوا واختلفوا عاد لهم الضياع والتفكك. ولهذا قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولما طلبوا منه الوصية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا نجاة من هذا الاختلاف، ولا نجاة من النار إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما عليه الفرقة الناجية التي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق والاختلافات، ولكنه أخبر أن هذه الفرق لا يسلم منها من النار والعذاب إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالنزاع والخلاف يقع والتفرق يقع، ولكن يجب عند ذلك أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما وافق الكتاب والسنة فهو الصواب وهو الحق، فنأخذ به من أقوالنا واختلافاتنا وآرائنا، نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شهد له الكتاب والسنة بالإصابة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة رددناه، وإن كان قد يصدر عمن يريد الاجتهاد ويريد الحق لكنه لم يوفق للصواب فنحن نتركه ولا نأخذ إلا بالصواب، فلا نأخذ أقوال أهل العلم قضية مسلمة، وإنما نأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة لأنه هو الصواب، وما خالفه فهو خطأ فنتركه. هذا ما أمرنا الله جل وعلا به عند الاختلاف. وأهم شيء ورأس الأمر هو العقيدة، فعلينا أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة الصافية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهي عقيدة التوحيد التي تعني الإخلاص لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فنأخذ بالعقيدة الصحيحة من الإيمان بالله ورسوله والإيمان بكتب الله والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر خيره وشره
نأخذ الإسلام كله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام وما يتبع ذلك من الخصال الحميدة والطاعات، فإنها مكملة للإسلام والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله ولا تتركوا منه شيئا وأنتم تقدرون. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. نعم، هناك شياطين من شياطين الإنس والجن يريدون أن يضلون عن صراط الله المستقيم، يريدون أن نترك الكتاب والسنة وأن نأخذ بالمناهج البشرية والأنظمة البشرية حتى نعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فنهلك. هذا ما يريدونه لنا ويخططونه ليلا ونهارا، فعلينا أن نتبصر بهذا الأمر وأن نجعل إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بأحد سواه إلا من اتبعه وسار على نهجه، ومن خالفه فإننا نرفضه كائنا من كان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وأما منهجنا فهو الكتاب والسنة، وأما جماعتنا فهم الفرقة الناجية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو أخونا وحبيبنا، ونحن وإياه جسد واحد وأمة واحدة. وأما من خالف هذا المنهج النبوي وحاد عنه يمنة أو يسرة فإننا لا نلتفت إليه. والإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما هو الذي أصلح أولها؟ أليس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك لا يصلح آخرها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السليم، الصراط المستقيم، الذي ندعو الله جل وعلا في كل صلاة، بل في كل ركعة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا إلى الطريق الصحيح الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم أي المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم بينهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به من اليهود وغيرهم. فكل من عرف الحق ولم يعمل به رغبة عنه فإنه مغضوب عليه، لأنه عصى الله على علم وعصى الله على بصيرة واتخذ إلهه هواه، فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولا الضالين، أي غير طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل، أخذوا العمل وتركوا العلم،
والذين قبلهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والذين قبلهم أخذوا العلم والعمل. هذا الفرق بين الطوائف الثلاث. فالأولون منعم عليهم، والثانون مغضوب عليهم، والثالثون ضالون والعياذ بالله. هذا علمنا الله هذا الدعاء في آخر سورة الفاتحة، نردده في آخر كل ركعة، فعلينا أن نتأمله وأن نعمل به، ولا يكون مجرد قراءة من غير فهم ومن غير تدبر. لماذا الله فرض علينا هذا الدعاء في كل ركعة من صلاتنا، فريضة أو نافلة؟ لماذا؟ لأننا بحاجة إليه، لأن الضلال في آخر الزمان والمضلون يكثرون، فنحن نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. والله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، هناك جماعات، هناك أحزاب، هناك أشخاص، هناك أفراد يريدون أن يضلون عن الصراط المستقيم، ويزينون لنا الطرق الأخرى البديلة ليهلكونا. فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق هؤلاء. وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منهم، فقال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فمن دعا إلى الحق، ودعا إلى المنهج السليم، ودعا إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع السلف الصالح، فإنه هو الذي على الصراط المستقيم. ومن دعا إلى غير ذلك فإنه إما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق الثلاث والسبعين، قال: كلها في النار إلا واحدة، اثنتان وسبعون في النار، والناجية هي واحدة، وهي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيجب أن نتنبه لهذا الأمر. وهذه الفرقة الناجية هي على عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعبد ربها على بصيرة، تترك البدع والخرافات والمحدثات، وتعبد الله على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها بدعة ولا خرافة. هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريقه الواضح البين الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، نسأل الله العافية. وهذا لا يحصل عفوا. معرفة منهج الرسول ومنهج أصحابه لا يحصل إلا بالتعلم. فعلينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين، وسيرة أئمة الإسلام والدعاة إلى الله والمجددين لهذا الدين. أن نعرف هذا كله وندرسه حتى نعرفه على بصيرة. أما الانتساب من غير تحقيق فإنه لا ينفع. ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال بإحسان، لأنه ليس كل من ادعى أنه على منهج السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا له، بمعنى
أنه عارفا به وعاملا به، أما مجرد الدعوة من غير معرفة ومن غير دليل ومنما هو مجرد انتساب فهذا لا ينفع صاحبه شيئا. وأما الذي يزهد في اتباع السلف ويقول الناس تغيروا والوقت تغير، نقول نعم تتغير الأمور، لكن الدين لا يتغير والقرآن لا يتغير والسنة لا تتغير أبدا إلى أن تقوم الساعة. فالحمد لله، الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن لا يتغير والسنة لا تتغير والحق لا يتغير ولا يتبدل، وإن تغير الناس وإن تغير الزمان. وبهذا تظهر كلمة الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن زعم أن الأمة تصلح بغير منهج السلف الصالح فإنه إما كذاب وإما جاهل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، لا سيما يا عباد الله وأننا في وقت تلاطمت فيه أمواج الفتن في الجو والفضاء وفي الأرض وفي كل مجال، الفتن تروج الآن، فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن نحذر من هذه الفتن المتلاطمة التي تروج وتدخل على الناس في بيوتهم بواسطة الفضائيات، بواسطة الإنترنت، بواسطة الوسائل الدقيقة الحديثة التي يضلون بها الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من ذلك. ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للسحر، تعلم السحر؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للإباحية وفساد الأخلاق؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات للخرافات والشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ ألم تعلموا أنهم جعلوا قنوات لسب الدين وسب المتمسكين بهذا الدين وتلقيبهم بالألقاب المنفرة؟ هذه فتن يا عباد الله، فعلينا أن نحذر منها وأن نحذر منها وأن نحمي أنفسنا وبيوتنا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمسلم لا يطمئن في هذا الوقت، وإنما يكون حذرا غاية الحذر على نفسه وعلى أولاده وأهل بيته وعلى إخوانه المسلمين، ويكون أحوج ما يكون إلى معرفة الحق، إلى معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم الصحيح وسلوك منهج العلم الصحيح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. والآن جاء دور الأسئلة. سائل يقول: يا شيخ أحبك في الله، كيف تكون زيارة القبور وزيارة الميت من الأقارب والدعاء له؟ زيارة القبور على قسمين: قسم الأول زيارة سنية على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة.
وذلك بأن يزورها الرجال خاصة، وأما النساء فلا يجوز لها أن تزور القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الزيارة خاصة للرجال، وتكون لغرضين: الغرض الأول الاعتبار، تذكر بالآخرة، والغرض الثاني الدعوة والدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة، لأنهم بحاجة إلى الدعاء لهم، لأنهم انقطعت أعمالهم وارتهنوا في قبورهم، فهم بحاجة إلى إخوانهم يدعون لهم ويستغفرون لهم، وهذا ينفعهم بإذن الله. هذه هي الزيارة الشرعية، ولا تكون بسفر أيضا، إنما كل يزور القبور القريبة منه وفي بلده، ولا يسافر من أجل زيارة قبر، لا قبر نبي ولا ولي ولا قريب ولا أحد، إنما يزورها يزور مقابر البلد الذي هو فيه أو الذي وصل إليه من بعيد فيزورها، هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة المحرمة والبدعية فهي الزيارة التي يقصد بها التبرك بالأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، هذه استغاثة، هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز، قد حرمها الله ورسوله. فإذا كان يزور القبور لأجل التبرك بها والاستغاثة بأصحابها وطلب الحوائج منهم فهذه زيارة بدعية شركية والعياذ بالله، فعلينا أن نعلم هذا الأمر، فلا ننكر زيارة القبور مطلقة ولا نجيزها مطلقة، بل لا بد من هذا التفصيل على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الكتابة ورش البوية على القبور من أجل أن يعرفها الزائر إذا زار قريبه الميت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن تجصيصها وتبخيرها والبناء عليها، لأن هذه أمور تسبب الغلو بها ودعائها من دون الله، فتبقى القبور على حالها كما دفنت، لا يكتب عليها ولا تجصص ولا ترش بالبوية، لأن البوية مثل التجصيص، لا يجوز تلوين لها حتى تتميز عن غيرها، فيظن الجهال أن هذا قبر ولي أو أنه ينفع لمن زاره، يقولون أنه ما عمل في هذه العلامات إلا لأنه له شأن، فلا لا مانع من أن يجعل الزائر علامة على قبر أخيه أو قريبه لا يعرفها إلا هو، كالحجر مثلا، قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، لأن الحجر هذا لا يعرفه إلا من وضعه ولا يدري ما الغرض منه. أما الكتابة فهي تلفت النظر، وكذلك الجص أو البوية أو غير ذلك، هذا يلفت النظر ويظن الجاهل أنه ما عمل بهذا العمل إلا لتميزه على غيره، وهذا من وسائل الشرك. نعم. سائل آخر يقول: ما رأيكم في من يقول إنني لمبايع الحاكم ولذلك لا تلزمني الطاعة له؟ إذا كان ليس من المسلمين فنعم، أما إذا كان من المسلمين فإنه تلزمه طاعة ولي أمر المسلمين، وليس من شرط البيعة أن كل واحد يبايع، إذا بايع أهل الحل والعقد وأهل العلم فالباقون يتبعونهم، لأنهم يد واحدة، المسلمون يد واحدة، وما عهد أن الناس كلهم يبايعون الخليفة، إنما يبايعه العلماء وذو الشأن والقادة وأهل الحل والعقد، ويكفون عن بقية المسلمين، المسلمون جسد واحد ويد واحدة، ما عهد أنه لازم كل واحد يبايع،
يكفي أن يبايعه أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء. نعم. سائل آخر يقول: نأمل شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وإن حصل عندهم مخالفات في دينهم أو في دنياهم، مخالفات لا تصل إلى حد الكفر ونواقض الإسلام، أما دامت دون الكفر فإنها لا تخلع طاعتهم، بل تجب طاعتهم والصبر عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وحقن الدماء. أما الذين يزعمون أنه إذا عصى ولي الأمر أو خالف دون مخالفة دون الكفر أنه يخرج عليه، هذا مذهب الخوارج وهذا مذهب المعتزلة أهل الضلال، هذا مخالف لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيئا مما يحدث بعده من مخالفات في ولاة الأمور من ناحية الدين أو الدنيا. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي ذلك اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث آخر: ما لم تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا عندكم فيه من الله سلطان، أي حجة، حجة ظاهرة. فيجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإن لم يكن بالمستوى الكامل يكون عنده نقص، يكون عنده مخالفات، لكن ما عنده من المخالفات نقصه عليه هو وضرره عليه هو، أما الخروج عليه وشق عصا الطاعة فهذا ضرره على المسلمين من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء. هذا أصل عظيم يجب معرفته، لأن بعض الجهال أو بعض أهل الضلال يروجون هذه الأمور لأجل أن يفككوا اجتماع المسلمين ويشقوا عصا الطاعة، فيجب الحذر من هذا. نعم. سائل آخر يقول: يعلق بعض أصحاب الشاحنات والسيارات وفي بعض البيوت خراق وسلاسل يزعمون أنها تدفع الضر وتجلب النفع، وربما علقوا جلد ذئب. هذا كله من التمائم المحرمة، فلا يجوز تعليق هذه الأشياء لدفع العين أو لدفع الشر أو لدفع الجن، هذه تمائم محرمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لدفع العين أو لدفع الجن أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن بعض القادمين إلى هذه البلاد من السائقين يعلقون على الشاحنات شيئا من هذه الأمور، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء وأرسلت إلى وزارة الداخلية لأجل قطع هذه المعلقات، وأرسلت أيضا إلى مراكز الهيئات من أجل تتبع هذه المعلقات وقطعها من السيارات والتحذير منها. نعم. سائل آخر يقول: انتشر عند كثير من الناس التفاخر بالأنساب وما كان عليه الأجداد وذكر معايب القبائل الأخرى والطعن فيها. هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وهي التفاخر بالآباء والأجداد. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. هذه من أمور الجاهلية التي يجب تركها والابتعاد عنها، لأن ما ينسب إلى الجاهلية كله حرام، كله منهي عنه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب
فأولئك هم الظالمون، سماهم ظالمين الذين يشتغلون بهذه الأمور، تنقصون أنساب الناس ويمدحون أنسابهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقصود من معرفة الأنساب صلة الأرحام والتعارف، وليس المقصود بذلك الافتخار بها. لتعارفوا أن يعرف بعضكم بعضا، يعرف أرحامه وقبيلته فيصلها ويحسن إليها، هذا هو المقصود. ليس المقصود التفاخر بها والتكبر بالأنساب واحتقار الآخرين والطعن في أنسابهم. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، انتشر الآن ما يسمى بالمزاين، مزاين الإبل، ويكون فيه تفاخر وإسراف، فما حكم مشاركة في ذلك؟ لا تجوز المشاركة في ذلك لما فيه من المنكرات من بذل الأموال الطويلة بغير فائدة، والله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يجوز أخذ العوض على المسابقات لأنه من القمار إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر. والمراد بذلك المسابقة على الخيل أو على الإبل أو على الرماية، أو على الرماية لأجل التدرب على الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا يجوز أخذ الجوائز عليه من المسابقات لأنه أكل للمال بالباطل، وهو داخل في الميسر أو القمار. نعم. سائل يقول: بعض الناس يبخرون بيوتهم بما يسمى الجاوني، ويقولون أنه يطرد الشيطان وحماية من السحر والعين، وكذلك يرشون الماء مع الملح، فما حكم ذلك؟ هذا كله باطل ولا يجوز، هذا اعتقاد سيء. أما تبخير البيت أو تطيب البيت لأجل تحسين رائحته لا بأس، أما إذا كان فيه اعتقاد أنه يطرد الجن أو أنه يمنع الحسد والعين فهذا اعتقاد باطل ولا يجوز. يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله، والذي يريد أن يطرد الشياطين عن بيته ينوره بذكر الله عز وجل، بصلاة الليل، تلاوة القرآن، لا سيما سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يطيقها البطلة. الذي يريد أن يحمي بيته يحميه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبصلاة الليل وبالعبادة حتى يكون بيتا مستنيرا ويكون أهله أهل صلاح وأهل تقى. نعم. سائل آخر يقول: لقد ظهرت وانتشرت ظاهرة الإعجاب، وهي عشق النساء للنساء والرجال للرجال، فما هي نصيحتكم؟ هذا خطر عظيم، وهذا نتيجة للتبرج وتزين النساء وتزين الغلمان، هذا كله يفضي إلى الفساد. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا من هذه الأمور رجالا ونساء كبارا وصغارا. نعم. سائل يقول: هل من السنة ترتيل الدعاء وإطالته، وما هي السنة بذلك؟ الذي يرتل هو القرآن، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما الدعاء فلا يرتل، وإنما يدعو ربه عز وجل بصوت عادي، يدعو ربه بصوت عادي، صوت مرتفع أو صوت سري بينه وبين الله. وكل ما خفي الدعاء فهو أفضل، كل ما خفي الدعاء بين العبد وبين ربه فهو أفضل، إلا إذا كان إماما يقنت في الوتر ويسمع من خلفه إنه يجهر به. أما إذا كان منفردا
فلا يرفع صوته بالدعاء، يسره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. سائل آخر. وأما الإطالة فالإمام لا يطيل على المأمومين، لا حتى تلاوة القرآن لا يطيل، فيشق على الناس والضعفاء. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي أحوال المأمومين، هذا في قراءة القرآن، فكيف بقراءة الدعاء؟ يختصر الدعاء ولا يشق على المأمومين. قد ظهرت ظاهرة الآن في رمضان، بعض الأئمة يسرع في التراويح، يسرع في التراويح سرعة مذهلة، بحيث يفرغ منها في ربع ساعة أو عشر دقائق، وأما القنوت فيجعله نصف ساعة أو ساعة أو قريب من الساعة، هذا خلاف السنة. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم وضع أذكار الصلاة البعدية أمام المصلين في المسجد من أجل أن يذكرها بعد الصلاة؟ نعم. يقول: ما حكم وضع أذكار الصلاة البعدية، تعليقها في لوحة في المسجد تجاه القبلة؟ يا إخواني، المساجد لا يكتب فيها كتابات، لا على الجدران ولا التعليق، تكون المساجد ما فيها كتابات، لأن هذا يشغل المصلين وينظرون إليه وهم في الصلاة، والمساجد تكون خالية مما يشغل المصلين، أو من الزخرفة أو من الزينات، لأنها بيوت عبادة وبيوت خشوع وذكر لله سبحانه، ليست بيوت مفاخرة ومظاهر، فتصان المساجد عن هذه الأمور، كتابات المعلقة أو كتابات على الجدران، لأنها تشغل المصلين، ولأن فيها زخرفة وديكور وزينة، هذا لا يليق بالمساجد وببيوت الله، لأنها للعبادة، ما جعلت للزينة والمباهات. ومن أراد أن يعلم الناس الأذكار فإنه يعلمهم بقوله، بأن يقرأ عليهم بكتاب موثوق، يعلمهم الذكر بعد الصلاة، يعلمهم التسبيح والتكبير والتهليل 33، ختام 100 لا إله إلا الله، يعلمهم ذلك ويرشدهم إليه ويشرحه لهم ويحثهم عليه. نعم. سائل آخر يقول: هل يحق لي إذا عرفت رجلا يدعي الدعوة والإصلاح ولكنه يكتب ويقول ما ينافي ذلك، مثل الطعن في ولاة الأمور والحث على الخروج عليهم والقدح في آيات كبار العلماء، فهل يحق لي بعد ذلك أن أحذر منه وأبلغ فيه ولي الأمر؟ هذا ليس داعية للإصلاح، وإنما هو داعية إلى الضلال وإلى الفتنة والتحريش، نسأل الله العافية. فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويعلم أن هذه طريقة الخوارج، طريقة المعتزلة، أهل الضلال، عليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، وعليك أن تناصحه، فإذا لم يمتثل واستمر فإنك تبلغ عنه، لأن هذا من إنكار المنكر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل الخارجي من يقول بوجوب الخروج على ولاة الأمر أم من يقول بمطلق جواز الخروج على ولاة الأمر؟ كله مذهب الخوارج، الذي يعتقده يكون خارجيا، والذي يعتقده ويأمر به هذا أشد، والذي يعتقده ويأمر به ويحمل السلاح هذا أشد وأشد. فالخوارج درى طبقات، منهم الخوارج القعدة الذين يعتقدون اعتقاد الخوارج لكن لا يأمرون به ولا يحملون السلاح، وإنما يعتقدونه يرونه صحيح، هؤلاء خوارج قعدة. أما الذين يحملون السلاح أو يدعون الناس إلى هذا فهؤلاء أشد من الخوارج القاعدة. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله، وهل هو باق إلى قيام الساعة، وعلى من يجب، ومن الذي يأمر به؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض في هذه الأمة حتى يقاتل آخرها الدجال،
لكن لابد من شروط، لابد من شروط، إذا توفرت وجب الجهاد، وإذا لم تتوفر فإن الجهاد يؤجل إلى أن تتوفر الشروط. هذا من ناحية. الناحية الثالثة أن الجهاد من صلاحيات الإمام، إمام المسلمين، هو الذي يأمر به، وهو الذي يجهز الجيوش، وهو الذي يؤمر الأمراء، هذا من صلاحياته، ما هو من صلاحيات كل واحد. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، يعني إذا أمركم الإمام واستنفركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني استنفركم ولي الأمر للجهاد فانفروا معه للجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه بالجهاد كما هو في الصحيح، يستأذنه بالجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا الحديث يدل على مسألتين: مسألة الأولى أن الجهاد من صلاحيات الإمام، ولهذا جاء هذا الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر وهو الإمام في وقته، وكذلك من يأتي بعده من الولاة فإنهم يقومون مقامه في هذا الأمر، فيناط الجهاد بهم. الأمر الثاني أنه لابد من إذن الوالدين، لابد من إذن الوالدين، لأن حق الوالدين بعد حق الله، والجهاد إما سنة وإما فرض كفاية على حسب، وإما فرض عين على حسب الأحوال. وعلى كل حال لابد من إذن الوالدين، لأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الصحيح، أن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر وأنه يستأذن فيه. والأمر الثاني أنه لابد من طاعة الوالدين وإذن الوالدين. نعم. سائل آخر يقول: يا شيخ أحبك في الله، ما حكم من ذهب إلى الجهاد في العراق أو في فلسطين أو في غيرها وقتل، فهل هو شهيد؟ الله أعلم. الله أعلم. هو أخطأ في هذا، ذهابه بدون ولي الإذن، ولي الأمر، أمر المسلمين، هو أخطأ في هذا، وعصى الله سبحانه وتعالى حيث عصى ولي الأمر، وربما يكون أيضا عصى والديه، يكون عاقا لوالديه، فكيف يكون شهيدا وهو عنده هذه المعاصي؟ ما أظنه يكون شهيدا، والله أعلم، لأن عنده معصيتان عظيمتان: المعصية الأولى معصية الوالدين، المعصية الثانية معصية ولي الأمر، حيث لم يأمر ولي الأمر بالذهاب إلى هنا أو هناك. فهذا والمسألة ليست منفلتة، المسألة لها ضوابط ولها ولاة أمور، ونحن رعية تحت راعي، يجب أن نسمع ونطيع ولا نخرج عن طاعة ولي أمرنا. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم الأناشيد والتماثيل الإسلامية، علما بأنها انتشرت في المدارس وفي المراكز الصيفية وفي المكتبات وفي التسجيلات؟ ليس في الإسلام ما يسمى بالأناشيد الإسلامية ولا التمثيليات الإسلامية، وإنما هذه أمور حدثت واستجلبت من غير المسلمين. فالإسلام ليس فيه أناشيد وليس فيه تمثيليات ولا مسرحيات ولا سينما ولا غير ذلك، وإنما فيه الخير، وفيه تعلم العلم النافع، وفيه العمل الصالح، وفيه الأخلاق الحسنة، وفيه طلب العلم، ليس فيه هذه ملهيات، هذه الغرض منها تسلية الحضور والناظرين والمستمعين إليها، ليس الغرض منها مصلحة للإسلام ولا للمسلمين، وإنما الغرض منها التسلية. نعم. ما قول فضيلتكم بمن يقول إن المنهج السلفي منهج عقيم، همه حفظ النصوص بعيدا عن الميدان؟ هذا يطعن في مذهب السلف، يطعن في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا يقول: لا تتبعوا المهاجرين ولا تتبعوا الأنصار، لأنه منهج عقيم، نسأل الله العافية. نعم.
نأمل توجيهكم نصيحة لظاهرة سيئة بين النساء في الزواجات والأفراح، وهي لبس العار الذي لا يستر سوى الثديين والسواتين. على النساء وعلى ولاة أمورهن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن النساء إذا أهملنا صرنا خطراً على الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. فالواجب على ولاة أمور النساء أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يمنعوهن من المنكرات ومن عدم الاحتشام ومن اللباس غير الساتر. وعلى المسلمات أن يتقين الله في أنفسهن، ولا تنساق إحداهن وراء العوائد وتقليد فلانة أو علانة. عليها أن تتقي الله في نفسها، وأن تنصح لأخواتها، وأن يلتزمن بالستر والحجاب والحياء والعفة عند الخروج، وأن يعتزلن الرجال ولا يكن مختلطات بالرجال، يجتنبن كل ما فيه فتنة وكل ما فيه شر. نعم. سائل آخر يقول: ما هو ردكم على من يدعي أنه مظلوم، وذلك بحجة قلة الوظائف والتبرع بالأموال للدول الأخرى؟ يا أخي، ما هو طلب الرزق مقصور على الوظائف؟ طلب الرزق كثير، أبواب الرزق كثيرة، فإذا لم يحصل لك وظيفة اطلب الرزق في غير الوظيفة، بالبيع، بالشراء، حتى بالحرفة والعمل عند التجار أو في المتاجر أو عند الشركات. كان الناس إلى عهد قريب يشتغلون ويحترفون، يشتغلون عند أصحاب الأعمال بالأجرة، فلماذا ما تقتصر على الوظيفة؟ إن حصلت ولا تتعطل الوظيفة، إن حصلت فبها ونعمت، إذا ما حصلت يطلب الرزق في غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أحصيت الموظفين وغير الموظفين، كم تجد نسبة الموظفين في المجتمع؟ ولو نظرت إلى الأثرياء وجدتهم ما هم موظفين، كبار الأثرياء ما هم موظفين. فالأمر ما هو قاصر على الوظيفة، طلب الرزق واسع ولله الحمد. نعم. سائل يقول: والدتي كبيرة بالسن وتعيش معي في البيت، ويوجد لها دخل شهري من الضمان الاجتماعي، فأحفظ مالها عندي، وربما أخذت منه وأرده أحيانا وأحيانا لا أستطيع، فهل يحل لي ذلك؟ أنت وكيل عليها، إذا كان ما عندها فكر، إن كان عندها فكر فهي تحفظ مالها، أما إذا كان ما عندها فكر، تقول كبيرة في السن ولا عندها فكر، فأنت وصي عليها، فعليك أن تحفظ مالها ولا تأخذ منه شيئا لنفسك، عليك أن تحفظه لها وتنفق عليها منه، تنفق عليها منه ولا تأخذ شيئا لنفسك. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم ما يسمى بالتقشير الكريستالي، وهو عبارة عن جهاز آلي حديث يقوم بإزالة الطبقة الخارجية للجلد، وهو ما يفعله بعض النساء لغرض تبييض البشرة وينفقن عليها الأموال الطائلة؟ والله هذا يحتاج إلى سؤال الأطباء عن هذا العمل، هل يضر الجسم ويضر البشرة أو لا؟ هذا من الناحية الأولى، أخشى أن فيه ضرر. والناحية الشرعية أن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، والتنظف والتزيين يحصل بدون التقشير، هذا يحصل بالاغتسال، بالتنظف بالصابون، بالمنظفات، بالشامبو وغير ذلك، وبالطيب وغير ذلك من الأمور، هو بالأصباغ المباحة. نعم. سائل آخر يقول: ما هو توجيهكم لمن يتكلم في عيوب أخطاء الولاة في المجالس الخاصة والعامة، وخاصة إذا كان من المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات والخطباء وبعض الدعاة؟ هذا منهج الخوارج الذي يسب الولاة ويذكر عيوبهم بالمجالس أو على المنابر، هذا مذهب الخوارج. الخوارج ما خرجوا إلا بسبب هذا، لما فشى سب ولي الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه، آل الأمر إلى الفتنة والعياذ بالله،
وقتل الخليفة الراشد، وكذلك من جاء بعده يتسبب عن هذا شق عصا الطاعة ويتسبب عنه القتل والقتيل وتفكك الكلمة، فهذا يعتبر من المفسدين، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يكون من المفسدين، بل يكون من المصلحين الداعين إلى الله جل وعلا على بصيرة، الداعين إلى جمع الكلمة، الداعين إلى التآلف، الداعين إلى عدم الناهين عن التفرق والاختلاف. هو عنده عيوب، لماذا ينسى عيوبه ويذكر عيوب ولي الأمر؟ عليه أن يصلح نفسه هو أول إذا كان أنه يكره العيوب. نعم. سائل يقول: ما حكم النظر في المسلسلات في التلفاز مع وجود النساء؟ مسلسلات إذا كان فيها منكرات وفيها دعوة إلى الشر أو فيها عري أو فيها إباحية فإنها لا تجوز. نعم. سائل آخر يقول: حديث الافتراق أجمعت عليه الأمة ولله الحمد على صحة هذا الحديث، ولكن يوجد من يشكك في صحة هذا الحديث، فماذا نرد عليه؟ لا يلتفت إليه ولا يحتاج إلى رد. نحن والحمد لله عندنا كلام أهل العلم والحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتقويته، وهذا يريد يبيح التفرق، اللي يطعن في الحديث يريد التفرق ويحث على التفرق، ويسوءه أن الأمة تجتمع وتلتئم، فهذا من دعاة الفتنة. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم تأجير محل على عمالة أجنبية مع العلم أن هذا مخالف؟ ما حكم تأجير المحلات على عمالة أجنبية مع العلم أن هذا مخالف للأنظمة؟ وهل مال الإيجار حرام؟ العمالة الأجنبية لا تستأجر محلات، ولا يسمح لها بالبيع والشراء، لأنها مقصورة على العمل، هي جاءت للعمل فتعمل عند كفلائها فقط بالراتب، وولي الأمر يمنع من أنها تتاجر أو أنها تفتح محلات أو تستاجر، هذا مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة المسلمين، لئلا ينازعهم هؤلاء الأموال، ولئلا يضيعوا الأعمال التي جاءوا من أجلها، فهذا فيه مفاسد، ولا يجوز تأجيرهم المحل، والإجارة لا تجوز لأنها معصية لولي الأمر. نعم. سائل آخر يقول: ما رأيكم في أناس يخرجون للدعوة إلى الله ويحددون ذلك بثلاثة أيام 40 يوما بقصد الدعوة إلى الله وإصلاح الناس؟ الدعوة إلى الله مطلوبة، لكن من جاء بشروط وضعها من عنده لا نقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، والدعاة إلى الله بعد الرسول ما عندهم هذه الاصطلاحات 40 4 أشهر أو ما أشبه ذلك، هذه شروط باطلة وضعوها من عند أنفسهم. والدعوة إلى الله عبادة، لا يجوز أن يحدث فيها شيء ليس عليه دليل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل آخر يقول: والله يا شيخ إني أحبك في الله يا شيخ، عندنا في المدينة مساجد فيها قبور، والمساجد التي ليس فيها قبور بعيدة عنا، فهل يجوز ومع علما بأن القبور ليست في اتجاه القبلة، فهل أصلي في بيتي وأترك هذه المساجد التي يوجد فيها قبور؟ لا تصلي في المساجد التي فيها قبور، سواء كانت في القبلة أو ما دامت مرتبطة بالمسجد ولو هي خلف المسجد لا تصلي فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، والنهي يقتضي الفساد كما قرره أهل العلم، ولأنها لوسيلة إلى الشرك. والذي أراه لك ولإخوانك أن تجتمعوا وتكونوا لكم مكانا تصلون فيه، إما بأن تبنوا مسجدا خاصا بكم أو على الأقل مكان مخصص تجتمعون فيه وتؤدون الصلوات، واجتنبوا المساجد القبور هذه. نعم. سائل آخر يقول: ما حكم قول الشخص إذا أراد أن يحلف علي الحرام، فهل يعتبر حلف أم ماذا، وماذا عليه؟ هذا اللفظ لا يجوز، لأن تحريم الحلال لا يجوز، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك،
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نهى الله جل وعلا عن تحريم الحلال، ومن أراد أن يحلف فليحلف صادقا وليحلف بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. سائل آخر يقول: الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سائل آخر يقول: لقد تأثر بعض الشباب المتحمس والمحب والمحترق على أوضاع المسلمين بالمدعو إسامة بن لادن وفكره، فما هي نصيحتكم؟ الحمد لله، نحن عندنا ولاة أمور وعندنا علماء، فلماذا نتعلق بأسامة بن لادن أو غيره؟ هذا لا يتعلق به إلا محب للفتنة ومحب للشر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون مع المسلمين ومع جماعة المسلمين، ولا يلتفت إلى دعاة الفتنة ودعاة الشر الذين يفرقون بين الأمة. نعم. سائل آخر يقول: معالي الشيخ، كيف أعرف أصحاب الدعوة الضالة المخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كي أجتنبها؟ تعرفهم إذا تعلمت، عليك أنك تتعلم العلم النافع على أهل العلم، وبعد ذلك تعرف دعاة الضلال من دعاة الإصلاح. نعم. أما إذا كنت لم تتعلم فإنك لا تميز بين هذا وهذا. نعم. سؤال آخر يقول: بعض من يسمون أنفسهم دعاة ويجتهدون في الدعوة إلى الله يقولون: أدعو الناس للصلاة ولحسن الأخلاق ولبر الوالدين، ولا تنكرون عليهم ولا تدعوهم للتوحيد لأنه ينفرهم. هذه ليست دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أول ما تبدأ بالتوحيد، لأنه الأساس، والعقيدة هي الأصل. إذا صلحت العقيدة قبلت الأعمال، وإذا فسدت العقيدة لا تقبل الأعمال، لا الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فلا يؤمر بالصلاة إلا بعد تحقق التوحيد واستقامة العقيدة، لأن الصلاة لا تقبل ولا غيرها مع الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
سؤال آخر: ما رأيكم في من يقول لا يجوز أن يتوظف المسلم في مراكز الشرطة والأمن لأنها تحارب المجاهدين؟ هذا من مذهب الخوارج، كل أكثر الأسئلة فيها نفس الخوارج، فالذي يقول هذا من الخوارج، يعني يبقى المسلمون بدون أمن وبدون شرطة وبدون جنود حتى يحتلهم العدو، هذا إن كان من الرعية فهو مفسد، أما إن كان عدوا للرعية هذا لا يقبل قوله ولا يستغرب قول الأعداء مثل هذه الأمور. نعم. سائل آخر يقول: يقوم بعض الناس بالاحتفالات ووضع وليمة بمناسبة افتتاح مسجد، فما حكم ذلك؟ مناسبة افتتاح مسجد تعمل حفلات، هذا لا أعرف له أصلاً، كان المسلمون يبنون المساجد ويبدأون الصلاة فيها من غير احتفالات. نعم. سائل آخر يقول: رجل صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب وهو مقيم، فماذا يفعل؟ يجوز أنه يصلي العشاء أو المغرب. يقول رجل صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب وهو مقيم، يعني جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. نعم. وقد صلى المغرب أولا ثم دخل معهم في صلاة المغرب. نعم، هذا يجوز، لكن يتم الصلاة، لا يقصر. إذا دخل معهم في صلاة المغرب أو أي صلاة، إذا دخل مع مقيم فإنه يتم الصلاة تبعا للمقيم. نعم. سائل آخر يقول: ما رأيكم في تفسير الظلال لسيد قطب، وهل هو من المراجع العلمية؟ الحمد لله عندنا ما يغنينا من التفاسير، تفاسير الأئمة، التفاسير العلمية، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، تفاسير المعروفة المشهورة، لسنا بحاجة إلى التفاسير المعاصرة التي إن كان فيها شيء من الخير فهو موجود في الكتب القديمة، وإن كان فيها مخالفات فنحن لا نقبلها. فأن تعرض ما في تفسير ظلال القرآن على التفاسير السابقة، تفاسير السلف، فإن وافقها فهو صحيح، وإن خالفها اتركه. نعم. المقياس تفاسير السلف القديمة، هذه هي المقياس. نعم. سائل يقول: هل ورد في يوم الأربعاء ساعة استجابة؟ لأنني وجدته في بعض الكتب، أفتونا ماجورين. ساعة الإجابة يا أخي يوم الجمعة، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أما يوم الأربعاء فلا أعرف فيه شيئا بأن فيه ساعة إجابة. نعم. سائل آخر يقول: جدي لأمي، هل هو محرم لزوجتي؟ نعم، لأنها زوجة لابنه، فأنت ابن له، سواء ابن صلب أو ابن أو ابن بنت، أنت ابن له، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، جدك من جهة الأب أو من جهة الأم سواء، محارم لزوجتك لأنها زوجة لابنهم. نعم. سائل آخر يقول: ما هو أول واجب على المكلف وأول ما يدعو إليه المسلم؟ يدعى. وأول ما يدعو إليه يدعى وأول ما يدعى إليه المسلم. والواجب على المكلف توحيد الله عز وجل، وهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه يعرف الله بالفطرة، لأن علماء الكلام يقولون: لا، أولا أثبت له وجود الله بالأدلة العقلية، وهذا باطل، لأن كل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم، والفطرة هي الإسلام كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين الإسلام هو دين الفطرة، فالمولود يولد على الفطرة، على دين الإسلام، فإذا بلغ الحلم أو ميز، إذا ميز بلغ السبع يؤمر بالصلاة. ما قال الرسول لقنوه يشهد لا إله، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ولم يقول لقنوهم لا إله إلا الله والشهادتين، لأنهم مولودون على الفطرة، مفطرون على ذلك، إنما هذا عقيدة علماء الكلام. نعم.
سائل آخر يقول: هل من حفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم يعتبر من العلماء الموثوقين ومن التقاه؟ يا أخي، لو حفظت كتب الحديث كلها مع القرآن ولم تفهم المعنى فلست من العلماء. ما هو بالعلم بالحفظ، العلم بالفهم والفقه في دين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم هو الفقه وليس العلم هو الحفظ فقط، إنما الحفظ وسيلة للعلم وليس هو المقصود. نعم. سائل آخر يقول: في النوازل والفتن إلى من يرجع؟ يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وسنة الرسول وسنة الخلفاء لا يعرفها إلا العلماء، فيرجع إلى العلماء في هذا. نعم. ما هي نصيحتكم يا شيخ لمن يؤخر الصلاة بحجة النوم ويستمر في ذلك شهورا وسنين؟ لا يجوز له ذلك، لأنه مأمور بصلاة الجماعة، يصلي مع الجماعة ثم ينام. أما أنه ينام ويترك صلاة الجماعة يصلي متى ما قام، هذا من الذين قال الله فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وإضاعة الصلاة إخراجها عن وقتها من غير عذر، هذا إضاعة للصلاة، إخراجها عن وقتها من غير عذر. نعم. سائل يقول: لي ابن ويريد شراء جهاز البلاي ستيشن وهو من الألعاب، وأنا لا أريد ذلك وأخواله مصرين على ذلك، فما نصيحتكم؟ إذا كان ما فيه ضرر على دينه ولا على عقله، مجرد لعبة وهو صغير يلعب بها وليس فيها صور وليس فيها موسيقى وليس فيها محاذير، فلا مانع من شرائها. نعم. سائل يقول: أنا استقمت وتبت إلى الله، فماذا تنصحني يا شيخ؟ أن تحمد الله على التوبة، وأن تسأله القبول، وأن تترك الذنوب التي تبت منها. فمن شروط التوبة أولاً الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب، ثانياً العزم ألا تعود إليه، ثالثاً الندم على ما حصل منك وفرط منك، هذه شروط التوبة. نعم. يا شيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بها؟ المسألة ليست مسألة كتب، المسألة الكتب ولله الحمد متوفرة، ولكن المسألة مسألة طلب العلم على العلماء، فارتبط بالعلماء وهم يختارون لك الكتب المناسبة ويشرحونها لك. نعم. سائل يقول: انتشر جوال يسمى جوال الكاميرا، ويجعله بعض أولياء الأمور في أيدي المراهقين والمراهقات، فما نصيحتكم؟ الكاميرا أداة تصوير، ولا يجوز شراء أداة التصوير للكبار، فكيف بالصغار؟ لأنها وسيلة شر، يصور الآدميين، يصور ذوات الأرواح، تصوير كبيرة من كبائر الذنوب. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. والكاميرا وسيلة وآلة، مثل السلاح الذي تجعله مع ابنك، ربما يقتل به الناس، وربما فهذا لا يجوز، والولد لا يربى على مثل هذه الأمور. نعم. سائلة تقول: كيف تفرق المرأة بين الحيض والاستحاضة؟ هذا له ضوابط، ولا يعرف هذا إلا بإما دراسة الفقه وإما بسؤال أهل العلم عما أشكل عليها. الحيض هو دم أسود ثخين له رائحة وفي وقت محدد، والاستحاضة هي سيلان الدم الأحمر الذي ليس في أوقات الحيض، خارج أوقات الحيض، وهو عبارة عن نزيف،
هو عبارة عن نزيف وليس حيضا. نعم. سائل يقول: ما رأيكم في من يخالف إجماع الأمة؟ قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله من خالف سبيل المؤمنين أن الله يجعله في جهنم وساءت مصيرا، فلا تجوز مخالفة الإجماع. وقد نص العلماء على أن من خالف الإجماع القطعي فهو كافر، من خالف الإجماع القطعي فهو كافر. نعم. رجل يقول: اشتريت منزل والدي منه، والمنزل عليه مبلغ مالي من البنك العقاري، فهل المبلغ المتبقي دين علي أم على والدي؟ دين على والدك، والبيت مرهون للبنك ولا يجوز بيعه إلا بإذن البنك، له نظام تراجع البنك، ما يبيعه عليك بدون مراجعة البنك، لأنه مرهون، والرهن لا يباع إلا بإذن الراهن. لكن على كل حال الدين باق في ذمة الذي أخذ المال من البنك. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، عندنا ذهب لللبس فقط وله 10 سنوات لم نزكيه، كيف نحصي زكاة هذه السنوات وهل ندفعها مرة واحدة؟ إذا كان معدل لللبس فليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الحلي المعد للتجارة أو للقنية فقط، أما ما أعد لللبس والتزين فليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. نعم. سائل يقول: هل ورد في سورة الحشر فضل معين؟ لا أعرف شيئا من ذلك. نعم. سائل آخر يقول: هل ما هو السنة في صيام شعبان؟ السنة أن لا يصومه كاملا، وإنما يصوم أكثره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، لأنه لا يصومه كاملا، لا يصام شهر كامل إلا شهر رمضان. نعم. سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة الحديث، بعضهم يقول أن الحديث لا ينطبق على السفر اليوم حيث وجود وسائل السفر الحديثة وقرب المدن من بعضها، فهل هذا صحيح؟ حديث الرسول عام إلى أن تقوم الساعة، لا يخصصه أحد بهواه أو بفكره، فلا يجوز للإنسان أن يسافر وحده لأنه يعترضه ما يعترضه، وكذلك لا يسافر الاثنان لأنه ربما يحصل بينهم شقاق ويتقاتلان أو يتضاربان ولا أحد يفصل بينهما. أما إذا كانوا ثلاثة فهم ركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول: هل يجوز إرخاء الشعر بالنسبة للرجال إلى ما تحت المنكبين، وتقصير الشعر بالنسبة إلى النساء إلى ما فوق المنكبين؟ تغذية شعر الرأس على الوجه الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن إذا كان هذا العمل يخالف ما عليه المجتمع وينظرون إليه نظرة استغراب، هذه سنة لا يرتكبها والناس ينظرون إليه نظرة استغراب، لأنه يكون متهما بينهم أو مستغربا بينهم، هذه سنة ما هي واجب، علشان يقول لازم من أداء الواجب، هذه سنة يراعى فيها أنه ما يترتب عليها ضرر عليه. نعم. سائل يقول: هل يجوز التجوز من مرأة غير نسيبة، أي غير ذات شرف ونسب؟ الجواز يجوز، ما في شك، إذا كانت سليمة في دينها وعرضها عفيفة يجوز التزوج بها، ولكن مسألة إذا حصل بسبب هذا فتنة من أقربائه أو من قبيلته فإنه يتجنب الفتنة والضرر. نعم. سائل يقول: ما هي نصيحتكم للشباب مع كثر الفتن والأشغال؟ عليهم بطلب العلم وملازمة أهل العلم، وعليهم بملازمة الجماعة في المساجد وفي البيوت وفي المدارس، ملازمة جماعة المسلمين، فإن الوقت وقت فتن، ودعاة الضلال يتخطفون الشباب اليوم
ليضلوهم وليفسدوا أفكارهم. فعلى الشباب والصغار أن يحذروا، وعلى ولاتهم أيضا أن يحذروا من هؤلاء. نعم. انتشر ما يسمى بالأسهم، فما حكم التجارة فيها؟ المسلمون كانوا يتاجرون بالبيع والشراء في الأموال المعروفة من الإبل والبقر والغنم والمواشي والأقمشة والبضائع والأطعمة وغير ذلك والسيارات. فمن يريد النجاة ويريد السلامة يتاجر بهذه الأمور الواضحة التي يتصرف فيها هو ولا يوليها لغيره. أما من يريد أن يغامر ويريد أن يدخل فيما دخل فيه الناس، أنتم ترون ما حدث من الأسهم، ترون النكبات والنكسات التي حصلت بها، وتسمعون من أصيب بعقله أو أصيب بحياته ومات بسبب ذلك. فعليك أن تتجنب هذا الأمر وتعمل بالأمر الواضح الذي لا إشكال فيه. نعم. ما حكم إجبار البنت على الزواج وعدم أخذ رأيها؟ لا بد من أخذ رأيها، لا بد من إذنها. لا تجبر البنت إلا بإذنها ورضاها. فالبكر تستأذن والثيب تستأمر، ولا تجبر على من لا تريده. نعم. ما حكم من يحرم المرأة من الميراث بتحايل، إما بأخذه استحياء منها أو بإعطائها القليل منه؟ لا يجوز هذا. الله جل وعلا فرض المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوارث يعطى حقه ولا يقطع. قد جاء في الحديث أو في الأثر أن من قطع ميراثا قطع الله إرثه من الجنة. فلا يجوز، هذا حكم الله جل وعلا، ولا يجوز أنه يحرم الإنسان من حقه من الميراث. نعم. إلا برضا، إذا رضي هو وتبرع به هو لا بأس، أما أنه يمنعها ويحتال عليه هذا أمر لا يجوز. نعم. سائل يقول: ما يعطى من القسائم المرورية والمخالفات تعتبر من الضرائب والمكوس؟ ليست من الضرائب، هذه من العقوبة على المخالفة، هذه عقوبة على مخالفة. ويجوز لولي الأمر أن يعاقب بالمال إذا اقتضى الأمر ذلك. نعم. سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق وبدون علم الزوجة؟ الزواج لا يكون بنية الطلاق، يكون بنية الاستمرار ما صلحت المرأة، فإذا لم تصلح طلقها. ما الزواج بنية الطلاق فهذا حصل فيه مفاسد كما تعلمون، صاروا يسافرون في العطلة يتزوج كل ليلة واحدة أو ثنتين، يدخل على هذه ويخرج ويذهب للثانية، حتى حصل الفساد وضاعت الذراري والأموال والأعراض. هذا فساد لا يجوز. الزواج بنية الطلاق لا يجوز لما ترتب عليه من المفاسد. نعم. وإن قال به من قال من أهل العلم فإنه تبين فيه من المفاسد. وأيضا هو شبيه بالمتعة عند الشيعة، وأيضا هو غرر بالزوجة، لأن وليها لا يعلم بذلك، زوجوه على أنه يستمر معها وهو يريد أن يطلقها في نفسه، فهذا تغرير بالناس وخداع للناس. نعم. سائل يقول: هل ورد أن معنى لا إله إلا الله الخالق الرازق فقط، وإدخال اليقين الصالح وإخراج اليقين الفاسد؟ هذه عقيدة علماء الكلام والفلسفة. أما أهل السنة والجماعة فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن مثل سورة ياسين؟ هذا بدعة، لا يجوز القراءة على القبر ولا على الجنازة، لا يجوز هذا. إنما ورد وقت المحتضار، وقت الاحتضار قبل خروج الروح، ورد أنه تقرأ عليه سورة ياسين، ولكن هذا لم يثبت أيضا، فيه مقال. نعم. سائل يقول: ما حكم الأناشيد بدون موسيقى؟ يا أخوان، الأناشيد أغاني ولا تجوز، وإذا كان معها موسيقى فالأمر أشد. نعم.
سائل يقول: هل ورد تخصيص يوم الجمعة في زيارة القبور؟ لا، زيارة القبور مشروعة ولم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، فيزور القبور متى تيسر له ذلك، أي يوم الجمعة أو غيره. نعم. سائل يقول: ما حكم تأخير الحج لشخص قادر؟ لا يجوز له تأخير الفريضة، إذا وجد ما الزاد والراحلة فإنه يبادر بأداء الفريضة ولا يؤخره، بل الحج على الفور كما قال العلماء، يجب عليه الحج على الفور لأنه لا يدري ما يعرض له في المستقبل، وهذه فريضة وركن من أركان الإسلام. نعم. سائل يقول: هل العمرة واجبة؟ الصحيح أنها واجبة في العمر مرة مثل الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله هل يحج عن أبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، دل على أن الحج العمرة واجبة كالحج. نعم. شخص أحرم للعمرة هو وزوجته وأبناؤه، فعندما بدأوا في السعي توقف أبناؤه ولم يتم السعي، فانتهوا من العمرة ورجعوا إلى بلدهم، فماذا يجب عليهم؟ يجب عليه الرجوع بهم وإعادة السعي من جديد والتقصير من رؤوسهم، لأنهم محرمون، ما زالوا محرمين. الإحرام إذا انعقد لا يخرج الإنسان منه إلا بأداء المناسك، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب عليك أنت الذي أسأت، كيف تطاوعهم؟ عليك أن ترجع بهم الآن ويكملون عمرتهم، وأن تجنبهم محظورات الإحرام لأنهم ما زالوا محرمين. نعم. سائل يقول: ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول: هل الاحتفال بعيد المولد من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من البدعة، والرسول لا يحب البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. الرسول لا يحب البدع وينهى عنها، فكيف تزعم أنك تحبه وأنت تعصيه؟ تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني؟ نعم. وقال الآخر: إن لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. سائل يقول: ما واجب المسلم في كثرة الجماعات الإسلامية؟ عليه جماعة واحدة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فرقة واحدة، المسلمون جماعة واحدة، وليسوا فرقا ولا أحزابا ولا جماعات، وإنما هم أمة واحدة وجماعة واحدة. نعم. سائل يقول: ما حكم من جامع زوجته في رمضان؟ حكمه أنه يبطل صومه، وعليه القضاء والتوبة، وعليه صيام شهرين متتابعين. نعم. ما حكم أخذ القبض من اللحية؟ يا أخي، وش الداعي لأخذ من اللحية؟ اللحية جمال لك وليس فيها ثقل حتى تخفف منها، وهي مأمور بتوفيرها وإرخائها وإرسالها والمحافظة عليها، فلماذا هذه الجرائم قصها أو حلقها أو نتفها؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى، الشيطان حرص على أن يضلل الأمة بحلقها أو بنتفها أو بقصها. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعدم التعرض للحواجب، تسلط عليهن الشيطان بالنمص والقص والعبث بالحواجب، هذا كله من الشيطان. نعم. اعتاد بعض الناس القول لكبار السن: يا شايب الرحمن، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بذلك، لأن هذا معناه تكرمة هذا الشايب، وأنه من عباد الله، من عباد الرحمن، مثل ما تقول أنت عبد الله
شايب الرحمن مثل أن تقول أنت عبد الله. نعم. أشار علي بعض الأخوان أن أدخل في بيتي قناة